حاليا احنا في المراحل النهائيه، هذا جزء يا رب بالحوش الملحق بالكنيسه او الثناء او الدير، هذا يضم منطقه لشواهد القبور مثل ما راح تلاحظون. وين المقبره؟ هذا جزء المقبره تقع جوانا حاليا، جوانا الصيف الغيت حاليا، لا يوجد دفن، لا يوجد دفن، موجود القبور حاليا بس لا يوجد دفن. هاي شواهد القبور الموجوده هي تشير للناس اللي مدفونين حاليا جوا هذه الارضيه اللي نمشي عليها. طبعا القبور تعود بعض منها الى تاريخ اكثر من 100 سنه، اكثر من 120 سنه، مثل هذه القبور اللي هي تعود للفتره العثمانيه. طيب هذه القبور تعود الى الفتره العثمانيه، هاي القبور المنحوته بالحجر الفرش الموصول، هاي حافظتوا عليها انتم يعني؟ نعم نعم. شلون لقيتوها موجوده لو ما فجرها داعش؟ لقيناها موجوده، بالاضافه داعش خرب الرموز الدينيه الصلبان، اي رمز ديني داعش يعمل على تخريبه بالكنائس، من ضمنها الصلبان. إضافة إلى أكو بعض شواهد القبور كانت موجودة بهذا الجزء فلشوه كسروه. هم فلشوه الدوار؟ إيه نعم. ما حاولت تعيدون ترميمه؟ المرحلة اللاحقة إحنا حاليا نعمل على إعادة ترميمه، بس الشواهد ما كانت ثابتة، كانت متنقلة. طيب. فحاليا محافظيها بالمخزن وراح نرجع نستخدمها من جديد.